السلام عليكم ورحمة الله. كان لعبد الله بن رواحة أخت تزوجها بشير بن النعمان الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، فحدث بينهما شيء، فحلف عبد الله ألا يدخل عليه وألا يكلمه وألا يصلح بينه وبين خصمه، فإذا راجعه أحد في ذلك قال: قد حلفت بالله ألا أفعل، فلا يحل لي إلا أن أبر بيميني، فنهي عن ذلك. ونزل قول الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. وَلَا تَجْعَلُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَيْمَانَكُمْ وَحَلِفَكُمْ بِاللَّهِ مَانِعًا لَكُمْ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى أَوْجُهِ الْخَيْرِ، وَلَا تُكْثِرُوا مِنَ الْأَيْمَانِ بِاللَّهِ في كل حق وباطل. وسمي اليمين بذاك الاسم لأن العرب إذا أرادوا أن يقسموا يضع كل واحد منهم يمينه في يمين صاحبه. ولا تجعلوا أيمانكم مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. وكم نشاهد من أمثلة، فيحلف الرجل ألا يبر والديه، أو ألا يزور أخته، أو ألا يصل رحمه، وقد يحلف ألا يصنع خيرا، أو ألا يتصدق، أو ألا يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، وقد يحلف ألا يصلح بين المتخاصمين، فهذا من أمر الشيطان فلا تطيعوه. فإياك أن تضع الموانع والعوائق التي تمنعك عن ينابيع الخير. فماذا نفعل لنزيل تلك العوائق ونصل إلى ينابيع الخير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وكيف نكفر عن اليمين؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تلك هي الكفارة، ولا يجوز إخراج الكفارة للمساكين نقودا. أتدري كم مرة أقسم النبي صلى الله عليه وسلم طوال فترة دعوته؟ 84 مرة. وأنت كم مرة أقسمت في العام الماضي؟ مئات وربما أكثر. فرحم الله عبدا وقر ربه ونزه اسمه وحفظ يمينه. والله سميع عليم. والله سميع لأقوالكم، عليم بجميع أحوالكم. والله سميع لجميع الأصوات، عليم بالمقاصد والنيات. فحافظوا على أيمانكم لتنالوا ما قد وعدكم. جزاكم الله خيرا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. والله سميع عليم.